الجسديه، وكل سؤال بنحطه بنقول عليه الخطوات بتاعت التفكير المود اوف انفستيجيشن المود اوف تريتمنت بتاعتها، وكل خطوه بنعملها احنا جدول بتقول ايه. ابدا احد اقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم. انا انا عبد الحميد من بنك بس الكيسنال بتاعتنا النهارده هي بريجنت فيميل، تمام؟ المفروض دي ايمرجنسي كيس، كويس؟ اوضح نقطه معينه ان الوقت اللي احنا هنعمله هنا هو اكستند تايم، في حين ان هو في الايمرجنسي جاست 5 تو 10 مينتس بس، فاحنا بنتكلم هنا في وقت طويل شويه عشان المورف ليرنينج. انا اعلم من اول دلوقتي ازاي احنا نبدا نفكر في حاله زي دي لو كانت، تمام؟ الميديكال هيستوري اللي هناخده طبعا هيبقى بريف قوي، كويس؟ بس هو المفروض ان احنا اكستند، ان انا بفحص العينه سيستماتيكالي كل حكايه، بس انا هقول المفروض بعد اواجه اسئله للزميل بيقوم بدور البيشنت، المفروض ان دي البيشنت بس هي كيس امرجنسي، هو اللي اتكلم مع جوزها هيقول لي بريف بسرعه عن ان هي طبعا البيشنت تكنيك وبامكان ضغطها 100 على 100 امبندنج شوك، ممكن تدخل على اسمه كوب شوك، فمش قادر اخد منها هيستوري وتكارت، فمش قادر اخد منها هيستوري، فانا باخد هيستوري من جوزها، تمام؟ الهيستوري بناخده سيستماتيكلي، ناخد اول حاجه الجنرال الجنرال البيرسونال هيستوري كويس اوضح يعني اكتر كده، وبعد كده فبنكتب اوكي. طيب ازيك يا فندم عامل ايه؟ ألف سلامة يا مدام، إيه المشكلة اللي حصلت؟ والله احنا امبارح كنا راجعين من الساحل، بعد ما روحنا البيت لقينا رجليها رجليها وجعاني من تحت، هي كان عندها مشكلة قديمة كده في ظهرها، فقلت لها تسكين، فخدت مسكن، بس جيت الصبح النهاردة لقيتها نفسها مش عارفة تاخده في المستشفى. ألف سلامة. الحكاية دي حصلت لها قبل كده؟ أنا شايف مدام حامل، حصلت لها قبل كده؟ لا خالص، الحمد لله دلوقتي بقت الوقت في اول السابع، مفيش اي حاجه حصلت لها. انتوا متابعين مع دكتور نساء، هل في اي مشاكل في الفتره دي في الحمل؟ لا الحمد لله الحمل كويس والدنيا مكمله كويس. في اي مشاكل مدام حضرتك تعرضت ليها؟ لا ما فيش اي تشك من اي امراض ضغط دم سكر اي حاجه؟ لا ما عندهاش ضغط ولا سكر ولا اي حاجه. مدام عندها كم سنه؟ 37 سنه. انتوا عندكم اولاد قد ايه؟ عندنا واحد واثنين ثلاثة. طيب احنا كده سالنا البيش ميديكال هيستوري بسرعه، المفروض ان البيشنت دلوقتي في الامرجنسي على السرير، حد من زملاء بيسال الضغط، حد ثاني بيفيضلها، في حد ثالث بالنيرس بيعملوا اي سي جي، في حد ثاني بيعلق كانيولا، تمام؟ انا باخد البيش ميديكال هيستوري بعد ايه، تمام؟ المفروض ان انا طبعا باخد بيشنت ريجستر على طول، ما بكملش معاه لان انا بشوف الكيس دي شكلها ايه. بس بعد كده احنا بناخد الفاميلي هيستوري، العيانه طلع بعد كده ما عندهاش نو فاميلي هيستوري اوف كونجيتا هارت ديزيز او هايبرتنسيف او ديفينكس كونتون تو بي هايبرليبيديميك، العيانه مش عندها فاميلي هيستوري اوف سادن كارديتيف او سكين كارد ديزيز، نو فاميلي هيستوري اوف سيمنال اتاكس، نو فاميلي هيستوري برضه اوف وفي اذر ديزيزز. الاستاتيك هيستوري بتاعها ان هي كانت الفيرست مارك بتاعها كان 9 سنين، كانت والده في الاساسيال سيكشن، ومفيش بوست بارتال هيموج. الجنرال اكزامينشن بقى اللي هو المفروض ان انا ببدا اعمله هي في ايمرجنسي كيسز، اول حاجه بعمل اي بي سي دي، كويس؟ الاير واي، وبعد كده البريفنج، بعمل الاير واي والبريفنج بتاعها، وبعمل بعد كده السي دي بعمل اسسمنت للسيركوليشن، فواضح ان العيان طبعا بيعمل شوك، الدم بتاعها 100 على 60 تكتيك تكتيك، تمام؟ والاوكسجين ساتوريشن بتاعها 85%. دي بعد الاسسمنت اللي دي سابلت بتاع العيانه، العيانه مفيش فيها اي اسئله. اسالك شويه اسئله كده في الجزء المكان ده. اتفضل. يعني انت لما بتخلص الهيستوري بتاع البيشنت وداخل تعمل انفورميشن صح؟ تمام. بيبقى عندك خطه معينه للفحص ولا تفحص روتين لكل عين زي بعض؟ لا خطه معينه للفحص، اول حاجه بشوف العيان على السيمتوماتولوجي بتاع العيان، على السيمتوماتولوجي اول حاجه السيمتوماتولوجي يعني زي ما بتقول ايه كده ان انت كونت زي بروفيشنال دايجنوزس كده الاكزامينشن بقى يا يثبت يا ينفي ايه الواحد اثنين ثلاثه البوسيبيليتيز اللي انت فكرت فيها ان ساتش سيناريو ده سؤال
ده سؤال غريب. سؤال بتسأل مين بقى؟ بس إيه الملاتي؟ بعد ما خلص الامتحان ولا بريسن كو بس اوير في كانديدا بيرسون تكبت الكارديك هيبوكسيميك تمام الفايتال 150 100 على 160 تمام بتكلم على ادخل بقى كده على الهيد والنك الهيد اكزاميشن اللي هو بتكلم على الهيد اكزاميشن بمسك الفيس الاي براو والاي والنوز والليبس والشيكس واللبس والتانج والماوس طبعا الحاجات دي كلها انا مش نو دول ما ديتكتد تمام بشوف النك بتاعها ما فيش لارجد ثايرويد في لارجد نيكينز ما فيش لارجد نو لارجد تندر ديما ما فيش تشينجز في السكين بتاع نو سكين او بيجمنتيشن او ده ليه بين في اوفتر في بيس بريشن نك برضه بتس دي حاجه اللي هي نو نو سبيشال فيش فيش كاركتر يعني فيش حاجه مميزه تخش مبنعمل ده اكزاميشن للأدر سيستم ده اكزاميشن للهارت تمام البيشنت نو باست هيستوري سبجستنج الكونجنال هارت ديزيز ده انا مش سايبك نو باست هيستوري سبجستنج السيستميك بينس كونديشن انا ما كانش عندها هايبوكونتريم او لور ليمب اديما او عندها تمام كانت راحت للدكتور وكان عندها سكيست ان هو كان عندها ديسك كولابس من الحل تمام في الابدومن طبعا الاي ار يوجيز تمام مش اكتر اكلم كامل الباص الهيستوري لا الشيست الهارت وبعد كده بتكلم مع الشيست والهارت بتكلم مع الشيست والهارت بتكلم مع كده كان عنده مقصر سكيست بريشر manifestations كانش عندها dysphagia أو dyspepsia مو بس تلك وصلتين كان جنوش كان manifestations ما حصلش العين قبل كده ممكن اسأل بقى اسأل بقى في ال هتسأل زمايلك؟ طبعا لا لا احنا عندنا هنا في سيفيريت اوف بريجننت وومن في السكواد 29 ستيشن ده 2 بار 1 في عندها هيستوري اوف ويت اوكي بريزنتد وذ فاتيج وبين في الفرونت سايد تمام والباك اوف ذا ليفت سايد ذا سايد 24 اورز افتر شورت ترافل اباوت 3 اورز هناخد بالنا من حته هنا في الهيستوري ان 3 اورز ترافل اوكي ناخد 3 اورز ترافل The clinical setting was interpreted as a possible herniated disc with inflammation of the left sciatic nerve, and she was medicated with analgesics and anti-inflammatory agents.
تاني يوم جاي علينا نيكست بي نيكست داي هاف فاتيج وورس اند بروجرس اوف بريث اون سكسسفول اون سكسسفول بليس اكزيرشن اويرنس اوف هارت بيت اسوشيتد وذ شيست بين ذا بيسز دزنس اند بيس ان كوفا فود هير هازبند اكومبانيد هير تو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت سيكينج ميديكال ادفايس. الهيستوري بتاعها كان عندها نوع بسميسلي اوف اوثوبنيا بروجرسمن تون الديسنيا مش عندها ليكس وين قبل كده خالص جالها شي دينايز اني هاف بيس but admits low grade chest pain, worsened by perspiration, no history of trauma, no personal history of malignancy, other prior history of EVT, no history of problem and cerebrovascular accidents. The medical history of that, she does not take any regular medication, the drug history, no hormonal contraceptive pills, nil for drug allergies. The surgical history, and on that lower segment cerebral section, ما فيش postpartum hemorrhage حصل لها في كده خالص. Family history, not relevant. لما عملنا examination, the general examination بتاع العيلة كانت من الاجت pregnant obese female في severe respiratory distress. خد بالك من نقطة دي كويس قوي. The patient was agitated. Vitals بتاعتها زي ما تشاف blood pressure 165, hypotensive. ال heart rate بتاعها 100% tachycardia. ال pressure oxygen saturation في home air كان 85, moderate hypoxemia. ال respiratory بتاعها كان respiratory cycle per minute فكانت tachycardia. المكوس ممبرين بتاعها كان بينك مويست اند اسينوتيك. الريسبيراتوري سيستم بتاعها التراكيه سنترال انتر ايكوال بايلاتري نو بريكتيشنز نو اونكاي. السيرفوفاسكولار سيستم بتاعها كان بالسس سنكونس اند ريجولار جاكنز فينس نوت ايدر دايليتد نور كونجستد. الهارت ساوند نورمال فيرست هارت ساوند سكند هارت ساوند نو اذر ساوندز نو ميرمز. اللور ليمب كان طبعا مايلد انجوديما بايلاتري لانها حامل كان اوبيز نو no preference signs of DVT اللي هما التلاتة ساينز دول اللي هما الهومان ساين واللومبرجس ساينز واللوبل ساينز. الهومان ساين اللي هي بفكركم بيها كتبتهم هنا في الكيس سيناريو على اساس تبقوا فاكرينهم اللي هما حضرتك البين مع الدورس انفكشن بتاع الفوت تمام. اللومبرجس ساينز ورسنينج ليفت بين افتر انفليشن بتاع سيوم مانومتر اراوند ذا كف اوف ذا بيشن بتاع الرجل في الكف فوق هنا. اللوبل ساينز اللي هو بينفول وذ كافينج لو هي عطست او كحت بيحصل فين في دول البر. الابدومين طبعا كنتم شايفين في الكيس هيستوري كان اوبيس مونوكنتر سي ان اس كان ان ريماركبل برين تايب بيس بيرسون نو جروس افكتس. الماسكولو سكيتال نو كاف تندرس ما كانش عندها كاف تندرس بالمناسبه وبس في نو ورنس اور بيرفي. سؤال كده لو جالنا differential diagnosis of the case دي pregnant female with acute dyspnea please include history of travel obesity. نبدا كده تحطوا ايه احتمالات لو انت بتشوف حاله زي ديت في الاستقبال. البرشيلر حاجات كتيره ممكن تحطها. ممكن ببساطه جدا تبقى بالمغري امبوليزم. ممكن تكون العيله دي ما خدتش منها هيستوري قبل كده، هل هي كانت روماتيك قبل كده ولا كان عندها فيرد بلاهارت ديز وحصل لها اكيد بيرسيبيشن. ممكن يعني السيمبوم والحاجات دي ممكن تكون العيله دي اوريدي اكتوب لو هي بريجنس في اول بدايه البريجنس ممكن يكون اكتوب بريجنس وجات شوك من اكتوب بريجنس بس قبل 29 اسبوع يعني انا مثلا فقدان 16 17 اسبوع كومن بين تجيب شوك من اكتوب بريجنس. ممكن يعني في الحته دي احنا برضه مش هتبقى في اكيد ناس ممكن تكون في كوفيد احنا كومن اوت في البريجنسي مع لو اميريتس ده كوفيد ده فيفر فاحنا ما وصلناش عن التمبريشر بتاعت العينه دي. ممكن بالوضع مثلا ممكن في الشيست وفي هيبوتيز جميل قوي دايبيتس ممكن ده اصلا فكري في رقم واحد واثنين وثلاثة. طبعا يورينج انفستيجيشنز بتاعتنا احنا مش هتبقى تاكل حاجة واحدة بس، احنا هنتاكل كذا حاجة بس بالترتيب. فراح هتعملي ايه؟ ده رقم واحد، رقم اثنين،
ايه الانفستيجيشنز اللي لسه انفيزف واللي اسرع واللي مور انفيزف وتاخد وقت، واحنا دي بنجوز حاله زي ما الدكتور ديلا بيقول لو بلاد بريشر. وطبعا يعني بري شوك او شوك دي بتعتمد على كرايتيريا كتيره، مش منها البلاد بريشر بس، لان many of the females بيبقى السيستوليك بتاعهم 90 وبيبقى السيستوليك 60 وبيبقى النورمال وبيتحرك دي اول حاجه. اول حاجه في الهيستوري ده هبقى شفت اكيوت بالمونري انبلازم. رقم 2 هتدوري على ايه بس؟ حاجه بقى في الاكزامينشن. اول حاجه هدور على الاكزامينشن انا ادور على الار دي فيلير، لان دي عينه جت شوك، يعني اذا ده سيفير اللي ار دي فيلير، مش مال بالمونري انبلازم. الممكن مال انبلازم على اي دي بقى الار دي فيلير هلاقي على الاقل في سترين في الاي سي جي. لا قبل الانفستيجيشن الشيست بتاعها بيبقى كبير، بنلاقي فيه كونجستد نيفينز، ممكن بندور كان في لور ليمب اديما او مفيش لور ليمب اديما على اساس ان الار بي فيلير موجوده ولا لا. هي البيشنت لو هنتكلم ان هو هناخد بس ان الضغط بتاعها، يعني مش لسه ما عملناش اي انفستيجيشنز عشان نشوف هي برفيوز او مش برفيوز، وهنتكلم على ان هي هايبرتنسف بس على اساس السيستوليك. ممكن نكمل الدكتور خالد بقى بيقول لك الاثنين ايه بعد المرتين. ممكن العيانه جايه تشيست بين، وممكن اشوف كمان الريسكشن. شفنا حاجات قبل كده برضه ما حصل في تشيست بين، وشفنا واحده بس هو بيقول لك شوف مش بريث، هو ما لا اكيد تشيست بين exertion ولا was respiration. اوضح سؤال الاستاذ الدكتور سامح حسين الدكتور خالد. هو الفكره سؤال شهير جدا في الشفوي، تمام، بنتساله كلنا. جالك عيان بينهج وشست بين، ايه اول حاجه تبدا تفكر فيها وايه اول حاجه تعملها؟ تمام، ده سؤال شهير جدا في الشفوي، كويس. تتصرف ازاي بسرعه؟ سؤال انا سالته في المصر، تمام، وكان عايز اسمع اجابه واحده. هتعمل انت ايه في الموقف ده بسرعه بعد ما طبعا هناخد بريفنج ده تيست والكلام ده كله؟ كان عايز اسمع حته حطيت بروب على سيد العيان، لقيت ريجوناليتي، تمام، ده عيان ده اسكيميك داخل في سكه الاسكيميك هارت ديزيز والجروث سندروم، تمام، ده يبقى عندي في العيان. لقيت رابشر بابيل المصل في مايتر ريجرج برفوريتد سيبتوم، العيان دخل في كومبليكيشنز بتاعت الاورتيك بتاعت ميكاردال انفاركشن، ده يروح لواحد قلب وفصل. احنا كده دخلنا على الانفستيجيشن على طول. انت عايز الاول هو كان ده السؤال، اكسبلور اكسبلور الديزيجنيشن، هل هتساعدنا ولا مش هتساعدنا؟ يعني في الموقف ده هل فعلا في ساينز احنا بندور عليها ولا ده غرض من السؤال؟ ايه انت داخل على الاكسبلينيشن دلوقتي في ذهنك بروفيشنال دايجنوستكس، بتدور على ايه عشان يثبت او تنفي؟ واخد بالك؟ يعني انا ممكن اشوف حاجه اقول انها مش موجوده، دي هتساعدني برضه، تقول انها مش موجوده دي هتساعدني في ان انا اوصل او اضيق الديفرنشال دايجنوستكس، والا كده هفضل انا تايه، بحيث ان انا اطلب بقى بعد كده الخطوه بعد كده الانفستيجيشن الملاكمه للثلاث اربع مواضيع اللي انا بفكر فيها. فانتوا قلتوا اول حاجه هي الدي في سي بارتنر بريزنت. الدكتور بيقول لك ان هو لقى ان مفيش ساينس اوف دي في سي. مفيش ساينس اوف دي في سي خالص، اللي هو الدكتور ساينس اوف دي في سي. ايه تفسيرك بقى؟ الاسرار بس وحاسه ان البولاريزيشن مش شرط يبقى عندي، يعني مش لازم يبقى في ستنيشن وبامب الدوبلكس الاسرار بس موجود. بس انا شاور بسرعه. ده تفسير ان هو كان في تروبس وحرك بسرعة. تفسير تاني؟ أو لا حاجة مش لازم تكون ديب، يعني ممكن تكون فيمرا، ممكن تكون ديب بريدز اللي هو القريب من الفرق. مش لازم تكون ديب بريدز. الستيت أصلا بتاعت البريجنسي ممكن يكون حصل فيه ثرومبوس فورميشن، مش شرط تكون سوبر اكزوست دي في تي. حصل إيه؟ يعني من الهايبر كايجلابيلتي بتاعت البريجنسي الهايبر كايجلابيلتي ممكن يكون حصل ثرومبس فورميشن، مش لازم، مش شرط يكون ثرومبس انسايتو في البلمري سيركيليشن مثلا. يعني انا مش لازم تبقى مش لازم تبقى تبص في دي في تي.
ممكن تكون بروكسي بقى يعني. فانت على وجود دي في تي لم يستبعد تشخيص الدفرنشال دايجنوستيك للبارنر، صح؟ يعني لا زال موجود البارنر كوليستيك لا زال موجود. هنشوف بقى طيب. معلش نكمل غير ال نكمل بس السؤال بتاع الشباب دوت بعد اذن حضرتك. كان برضه عايز اسمع حته لو لقيت فلابه في الاورطه تمام، لان ده سكته راحت فصله على طول تمام. لو لقيت رايت سايد كونجستد دايليتد تمام، لان ده داخل في بلمري امبريزم معانا. ممكن اسمع سؤال حته احط البروب على سيد العيان دي، ده سؤال شهير في الشباب. تمام اصل خلي بالك يعني هو حضرتك كنت بتسال برضه هنا في الحته دي، حضرتك كنت بتسال كلينيكالي عايز توجهنا مثلا هي وبعدين ويت وانت بتحكي لي دلوقتي في حاله انا لسه شايفها برضه من حوالي 6 7 اشهر تمام. الفلاب ما بانش في الترانس تراس كيك، شرط الترانس تراس كيك وده حل لك كل مشكله. ده من بتفوز اصلا بتاعته ان هو ممكن ما بيبقاش ممكن يكون في مكان معين في الاول او هنعمل ايه. لا بس مش هي دي الحاجه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم الاول ككلينيشن وبعدين نشوف ايه الانفستيجيشن. كل انفستيجيشن ليها الادفانتجز بتاعتها وليها الليميتيشنز زي ما الدكتور بيقول. بس ما هو انا حاطط في اعتباري برده ان انا لو ما شفتش فلاب ده مش حقيقي في 100% انها ممكن تكون ديسكشن او ديسكشن. ممكن يكون في الاسندنج في الارش ممكن يكون في الاسندنج. انا مش فاهم. امال هنشوفها بايه؟ ممكن ترانس اسفجيال الاول وبعدين بعد كمان في الترانس او سي تي او سي تي هو يعني كون ان انا ما شفتش فلات في ال لكن بيبقى فيه في اورتيك روت دايتيشن لكن مش هشوف فلات. سؤالك كان خلاص بقى تراس تراس هو اللي بيشخص. لا تراس تراس مش هيشخص. ما تتوقعش ان هو يشخص اورطة السكشن. هيجي كمان في الترانس اسفجيال لو الفلاب ورا ورا الاسترنو ممكن ما تبانش يعني بنحتاج. لا انا يهمني بس طريقه التفكير في الكلينيك الاساسي. يعني هو ده اللي يهمني دلوقتي قبل ما نطلع. لا انا هبقى سي تي، انا هكسكلود البلموري انفوليزم، هقدر اكسكلود الاورطة السكشن، يعني هقدر اكسكلود كذا حاجه. عشان مثلا في كوفيد هيباني يعني تأمل وان انفستيجيشن هتكسكلود كذا حاجه احسن من انا اكسكلود الكيس مقابل الانفستيجيشن. حضرتك بتتكلمي عن بريجننت فيميل هتحقنيها صرخه وهتصوريها مالتي سلايس ا فيري لارج نمبر اوف كاتس. فلو كان في حاجه طبعا لو هي هيمودايناميك هي انستيبل خلاص يبقى ده انا اوبلايش تو دو ذس. اذا ما كانش كان توليريت ذا بار شويه يبقى اي هاف تو تشوز اليس انفيزيف انفستيجيشن تدينا نفس الاكيورسي واللي تبين لنا الديفرنشال دايجنوز. فلو انا هختار مثلا يعني انا بقول لحضرتك هاو تو ابروتش، لا هعمل ترانس اسوفجيه دي الاول قبل ما اعرض العيان الاشعه. لو الترانس اسوفجيه طلع بوزيتيف يبقى انا كده سيف ذا بيشنت فور ا مالتيبل كاتس اوف ذا سي تي ويز انجكشن اوف ذا دايل. بوث ار هازاردس فور ذا بريجننت فيلين. ذيس از هاو تو ابروتش. طبعا حاوز زي ما قلت لحضرتك لا عيان هيمو دايناميك دي حاجه ثانيه. يبقى لو لا يبقى هو لو احنا شكينا في اول يعني لو احنا خلاص حطينا زي ما حضرتك بتقول يا فندم كلينيكال، لو احنا شكينا ان هي اكيد بالمونري امبوليزم فاحنا خلاص بنعمل من الاول هي لايكلي او ان لايكلي. فاوتوماتيك هي لو لايكلي ان هي بالمونري امبوليزم بيبقى زي ما حضرتك قلت طبعا اول حاجه لازم نشوف بنلاقيه نشوف في رايت سايد دايتيشن، نشوف في الحاجات بتاعت الاكيد بالمونري امبوليزم، لان يعني هو السي تي المفروض ان هو ما ياخرناش اصلا. يعني لو هي خلاص احنا شاكين ان هي لايك انها بالمون امبوليزم يبقى السي تي ما ياخرناش عن المانجمنت بتاع الكيس، خصوصا ان هي في الحاله دي تبقى هيموداينامك يعني سيبل. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ثرومبيك ايا كان بقى بسترومبوليتس او بقسطره او بسيرجري على حسب نعمل ريفاسكولاريزيشن. اتفضل. فانت دلوقتي ده اول تشخيص. التشخيص الثاني بتعمل على الديفرنشال دايجنوستكس. احنا عملنا الديفرنشال دايجنوستكس بتاع الكيس كان في كل سندروم دي كان تنظيف الارتيريا العيانه ان كنترول هايبرتنشن او بالمار امبوليزم. ده ان كنترول هايبرتنشن في عيانه على الطعم ما هي احنا جاي لنا كده احنا لسه بنقيس الضغط تمام. الحاله دي ان كنترول هايبرتنشن تمام.
متخيلش ان ده مناسب للاعطى التوب ايمتنشن في الحاله دي. ما حطيتش الاوت اوف سكشن. لا ما حطوش. يعني هو اولى ان انا احطه بدل الاوت اوف سكشن ده. فاقول ان هو بيسموه عارفين الاسم الجديد بتاع الاكيوت سكشن ايه؟ اكيوت اورتيك سيندروم. مش اكيوت كرونيك سيندروم. ايه هو انواع الاكيوت اورتيك سيندروم بقى؟ لان هو مش سكشن بس. ممكن يكون دستكشن، ممكن يكون هيماتوما. ايوه. ممكن يكون رابشر. يورا هيماتوما. ممكن يكون رابشر، ممكن يكون مش رابشر ألسر. ألسر. مظبوط ألسر. ألسر. فده برضه يعمل تشيست بين ويعمل برضه وكلينيكال بيكشر. كلينيكال بيكشر بتاع الاوت سكشن. يعمل تيري تشيست بين. فدلوقتي انتوا حصرتوا تفكيركم كده. بس في حاجات تانية برضه يعني ممكن قبل ما اعمل الاكزامينيشن برضه افكر زي ما انت قلتي في خيالي داخل في اريتمس انتر فبريليشن رابد اي اف. رابد اي اف ده لوحده يعمل كل المشاكل والاعراض والهايبوتنشن مش عارف ايه الكلام ده. فده برضه لازم احطه في دماغي وانا رايح للعيان اكشف عليها الا يكون عندها VF، الا يكون عندها سوبر منتكريس، الا يكون عندها في تاك. كل الاحتمالات واردة. انا جبت هنا الماينر التايبس بتاع ديسنيا طبعا اللي هي اكزيرشن ديسنيا والبروجيشن ديسنيا وكل سبب في كل واحده فيهم ايه والبروجيسمال والاكيوت ديسنيا اللي هي العيانه داخله فيها. تمام؟ كنت نمبر 2 according to the previous data stratify the patient risk factor. هل هي strong ولا moderate ولا weak؟ أول حاجة تبدأ تفكر فيها risk factors لإيه؟ الـ condition اللي هي فيها الـ patient. risk factor مثلا لـ ischemic heart disease أو coronary heart disease ولا risk factor for pulmonary embolism ولا risk factors for paroxysmal VTAC. كل واحد من دول الريسك بتاعه صح؟ فالسؤال هنا مش واضح يعني انت بتقصد ريسك فاكتورز بتعرف عليه بتاع الكونفشنال ريسك فاكتورز اوف ischemic heart disease؟ لا لا pulmonary embolism. طيب يبقى لازم الكلام ده يبقى خلاص حد احنا حاطين هنا differential diagnosis. تمام؟ لما حطينا هنا ده كان سؤال differential diagnosis تفكروا في ايه؟ pulmonary embolism. طب لو حطينا الريسك فاكتور بتاع البرمونيزم انتوا تتوقعوا انها ايه؟ هل هي سترونج ولا مودريت ولا سيفير؟ تمام؟ انت بتفترض هنا ان هم اختاروا البرمونيزم. لا ما انا قلت لهم هم اختاروا البرمونيزم حاله البرمونيزم. تمام؟ كل اللي بيفرق ده انا ما فهمتش الدسكشن هم اختاروها لكن ماشي ماشي رغم ان يعني في حاجات ماشيه وفي حاجات مش ماشيه. تاني حاجه جبت لهم البريفيوس داتا هنا اكوردنج للبريفيوس داتا لستاتيفاي البيشنت ريسك فاكتورز according to patient risk factors هنا اكتر من 10 ما تنطش ارجع تاني خليهم think your share الاول ما تنطش طيب think your share الاول risk factors هنا البيشنت هنا هي strong ولا moderate ولا severe يعني risk factors على اساس ان previous data ان هي pregnant female obese وتكتيك وتكارديك تمام في my chest pain قول يا عبد الحميد بالداتا اللي حضرتك حاططها دي سترونج احنا عندنا تكبيه مش متفسره عندنا تكبيه مش متفسره عندنا تشيست بين عندنا بوردر لاين بلود بريشر يعني هو ممكن يكون اكسبتد اوف الفيميل عندنا هايبر بايجلوب ستيت موجوده معانا في الـ في الست دي لايف يعني مش كوفيد مثلا صوره عيالك ممكن تكون كوفيد ولا طبعا جنب يعني بالبانديميك اللي احنا فيه بس يمكن بالهيستوري اللي كان دكتور اخده مش متذكر بصراحه عشان ما اكونش بس ايه بقول حاجه مستيجن هل هو سال عن فيفر او سال عن كافينج في الايام اللي فاتت دي لان صعب تكون جايب ساتوريشن 85 النهارده يكون ده الفيرست برزنتيشن بتاعتك اكيد على الاقل في من 5 ل 10 ايام فاتوا كان في سيمتومز فيها وحصل حصل الدروب ده النهارده ايش رايك انها سترونج liability of probability of في البرمودي امبوليزم يعني على الاقل على السكور بتاعنا هتكون واخده 7 او 8 دكتور كان سترونج طيب
السترونج ريسك فاكتورز هما كانوا بيتكلموا على فراكشن اللي هو الليمبوتلايزيشن ودي ذات انانسز كيدني ريبليسمنت ميجر تروما اوف مايكارديال انفاركشن بريفيوس في تي بينات ثرومبوليزم سباينال كورد انجري مش جايبين اي حاجه فيها اللي سسبكت انها برايمر سباينال كورد انجري بس ما حصلش. المودل ريسك فاكتورز والكود ريشيو 209 الويك ريسك فاكتور مكتوب هنا اوبيزيتي وبريجنس تمام. فهنا العياده دي تعتبر ويك ريسك فاكتور للبرمجه الانجليزي بس في حاجات ثانيه في التكيبنيا وفي في فرق بين اخواننا مش مكتوبه في ال ريسك فاكتور اللي يجيها برمجه الانجليزي ماشي يبقى هيكسبلود الكلينيكال الاسسمنت ومعتمد انها بريجنس وان هي او بيز او بيز هو النهايه بتاعتها طيب زي ليها كاتيجوري ايه بس طب وده اللي انا بسال عليه وايه اللي اسمه ممكن نرجع لسؤال السؤال ان هو كلام الدكتوره اتفضل يا دكتوره. لا هم اعتقد ان الكلينيكال بقى على اساس الكلينيكال اساس مش على اساس الريسك فاكتور الادبي ايوه تمام ده شرط التكيف ده خلاص كانت قاعده على انها ملزمه الحاجات دي ايوه انا فهمت قصدك ما رجعتش كتالي دي كاتيجوري او شوك شوك دي سببها اسباب ثانيه مختلفه تمام تمام طيب يبقى هنا البيشنت ريسك فاكتور هنا تمام طيب اول حاجه طيب ايه البيشنت كلينيكال بروبابيلتي فور بانوريز مون بوكس ده السؤال هو ده اللي هو اللي انت بتقوله ده المفروض يبقى قبل ده اللي مفكرته ده المفروض يبقى قبل ده يعني ده اول حاجه البروبابيلتي قبل انت رايح لو تشوف عيان نحطه في اي كاتيجوري ده ليس اتفق انت كاتيجوري انت عايز اكلم عامل انزيميشن قبل كامل حد خالص ده دي واحده بالظبط كده دي بقى ده بقى اللي مطلوب عليه في الباور حلو الكيتا بروبيتي بتاعت كومبينا ترومبوليزم مانولا ترومبوليزم ده اللي هو اللي اتعمل ده الاي امبير شير امبير شير طيب خلينا نرجع تاني للكلام كان الكونديشن كده عشان نشوف البيشنت ما اعرفش الطول دي قلت هي الهارت ريت بتاعها قد ايه؟ 110 110 يبقى هي تاكي كاردك اسم الراتوري ريت عالي 40 ساتوريشن مثلا ساتوريشن قليل بريفنج بريفنج ساوندز نورمال كاردك ساوندز ما فيش اديشنال ساوندز صح كده الطول دي؟ اه اديشنال ساوندز Abdominal examination lacks no organomegaly, intact peripheral pulsation, no lower limb edema, no tender cuff, negative signs for three signs for DVT, not congested neck veins. في حاجة تانية اتقالت بالنسبة للكلينيكال هو ده الكلينيكا اللي انت قلت بتوصل اكوردنج بقى للكلينيكا اللي احنا قلناه له شوفوا البروبابيلتي بوت ان مايند ان في البلمونري انجليزم على علاقات التحديد هو ده اللي بيخلي الدياجنوز بتاعها ريتيكال شويه وبيخلي التريتمنت ممكن نبدا اون سسبشن ان ات از نوت نسيسيرلي تو هاف ذا فول لونج بيكتشر اوف دي في تي او بلمونري انجليزيشن الـ ECG ده لسه investigation يعني احنا بس حضرتك طالب منهم اللي هم بي categorize patient patient category according to clinical examination والhistory طبعا لان يعني احنا خلاص الhistory احنا خدناها قبل كده عندنا في الhistory obesity عندنا في الhistory pregnancy history of travel history of travel وروند الديموبيلايزيشن هو لو على الحاجات دي كلها انها تعتبر هاي بروبابيلتي طبعا هاي بروبابيلتي ان البوست سيسر الموبيلايزيشن ده بياخد خد بالك من نقطه معينه ان هي ترافلنج جاست 3 اورز فلم تكتمل النصاب القانوني اللي هو يقول لك انها حصل لها دي في تي ده المفروض ده من حوالي من 10 ل 12 ساعه كثافه 9 بس تمام ما كملتش اللي هو الفتره اللي انت بتقول عليها احتمال تكون حصل لها دي تمام؟ طيب. ده 3 ساعات وقت الاي ال تي. السكورينج سيستم اسست اللي هو البروبيلتي بتاع سسبكتد ترومبوليزم اللي هو الجيف الويلز سكور والريفايزد جينيو سكور لما احنا حسبنا البروبيلتي بتاعتها كان هي هل عندها بريفيوس دي تي او ترومبوليزم لا هارت ريت اكتر من 100 فتاخد 1.5 الريسنت سيرجري او البروتيشن ما فيش كلينيكال ساينز اوف دي تي ما فيش البوليس الموست لايك ديجنوز 3 3 1 نص كده 4 نص هيموكس ما فيش 5 ما فيش
يبقى كل ان الويندز سكور هي واخده 4.5 على الريفايز جنيفا ايش اكتر من 65 لا افليتيس بارون بريزم ديتي لا سيرجري فلور ليج فراكشر مفيش اكتف مالجنسي لا يونيلاتر لينج فيت تبتدي تاخد 3 ادي واحده هيموكسز لا هارت ريت 75 94 بيبرمنت لا الهارت ريت هنا اكتر من 95 بيت بيبرمنت تاخد 3 تمام بيبرمنت تاخد 5 فهي 8 البين في فوم ديب ليج فينز بالبيتيشن او يونيلاتر القيمه لا مفيش في اكتر من 2 لو ريسك فاكتور 2 لسات التمويل التقسيم انت كده يبقى انت عندك هنا 3 ونص اكوردنج للويلز سكور 4 ونص اكوردنج للويلز سكور 8 اكوردنج للريفايز جنيفا سكور يعني يبقى دي هنا ايه؟ هاي ولا واحده هاي والثانيه انترنت يبقى دي حضرتك ريفايز جنيفا سكور 2 كانت بروبيتي قال لك ان ال 2 ليفل سكور لو هي 3 ليفل سكور لو السمبليفايد فيرجن من 0 ل 1 والاوريجنال فيرجن من 0 ل 3 انترميديت ولا هاي نفس الحكايه التو ليفل سكور القانون الريتم لايكلي ولا القانون الريتم لايكلي لو هي اكثر من 6 او اقل من 3 هنا في السمبليفايد فيرجن تمام يعني هي الان تكون في الانترميديت كده اكون من الويلز سكور والبيشنت كيك بروبابيلتي كان 3.5 يبقى هنا انترميديت ريسك ان لايكلي قانون الريتم اكوردنج للريفايز جيما سكورز هنا البيشنت كيك بروبابيلتي كان 8 فدي هنا هاي ريسك فانت هتعامل العيان هنا على انها انترميديت تو هاي ريسك ده اللي احنا كنت عايز اقول لك انك انت بتحط العيان اول حاجه بتفكر في العيانه انهي ريسك سكور فيها هل هي ويك ولا هاي ولا انترميديت بعد كده بتقيس لها الويلز سكور والجيبراتس سكورز وتحط العيان في انهي كاتيجوري ليه بقى جايين الكلام ده كله عشان ريسك ادجستمنت مانجمنت الجوريزم ماشي هنا بيقول لك كلينيكال سسبشن بتاع برونيوم بريزم العيانه شوك ولا هاي بوتنشن لا دي هاي بوتنشن يس يبقى هنا الدياجنوستيك الالجوريزم ماشي ازاي؟ يبقى بالمونيوم بريزم كونفيرمد يبقى هنبقى از فور سسبكتد هايست بالمونيوم بريزم. دي اللي كنت عايز اقولكم عليها. الحاجه الثانيه لو لا يبقى مش على الدياجنوستيك الالجوريزم هتعمل اول حاجه الاسسمنت بتاع كلينيكال ريسك فاكتور بالمونيوم بريزم سمبليفايد اندكس تمام؟ دي الحاجه اللي كنت عايز اقولها. الدياجنوستيك الالجوريزم هنا لو في العيانه اللي هي مع السكر هايبوتنشن بتبدا مع الهاي ريسك بالمونيوم بريزم اللي احنا قلنا عليه في السكورز هنبدا نعمل اول حاجه ايه؟ سي تي انجيوجرافي انترميديت لو هي انترميديت افيلبل ولا لا مش افيلبل هنعمل ايكو مش كل المستشفيات اللي احنا فيها سي تي بيبقى فيها افيلبل شغال على طول فاحنا طبعا بنبدا الايكو فهتبدا تشوف الايكوكارديوجرافي الاول تمام؟ لو المستشفى افيلبل فيها سي تي وندخل عيان على طول ايمرجنسي واخد بالك هتعمل السي تي على طول تمام؟ ده الاوريجينال سمبليفايد بالمر امبوليزم سيفيرتي اندكس مدي النقط الاتيه قال الايج الايج ميلز وبتزود عليها لو ميل 6 يبقى زياده 10 الكلام ده كله تمام السمبليفايد بالمر امبوليزم هنا سيفيرتي اندكس مدي النتائج بتاعته اهي في الاوريجينال فيرجن والسمبليفايد فيرجن يبقى اكوردنج للقانون الامبوليزم سيفيرتي اندكس سكور بيشنتس كلينيكال بروبيتي ليها كان فيري هاي ريسك في اوف مورتاليتي البيشنت ده لما حسبنا الاندكس بتاعها كان فيري هاي ريسك فور مورتاليتي تمام؟ وصل الديجري هنا اوف هايبوكزيميا هايبوكزيميا تقول 85% عجون اير الديجري بتاعتها ايه؟ بينك بير شير في خيارات ولا اوبن كوستيوم؟ ما جايب لك اوبن مايل ولا سفير مايل ولا مودريت ولا سفير اساسا الهايبوكسيميا سيفيرتي هتلاقي هنا البالمات اللي هنا في المايل نعم؟ ما ردش عليك نعم مدرك المدرك هنا من 40 95 ملم مربي يعني اوكسجين ساتوريشن من 75 ل 89 هيبقى هنا مدرك تمام؟ طيب وات از ذا انيشال ستيب اوف مانجمنت؟ هتعمل ايه العيانه دي؟ اول حاجه تعملها ايه؟ خلينا نقول كده والعيانه في الاستقبال تحب تعملوا لها ايه اول حاجه؟ هنفايت العيانه عن بعد الاكسامين خلاص بعد كله ايه اول حاجه تعملها؟ اعمل لها اي سي جي حلو احنا مصريين وايه كمان؟ يعني ايه بعد الاي سي جي تعمل ايه كمان؟ هتلاقي فيه ايه؟
بدور على ايه؟ وليه اي سي جي؟ اول حاجه بدور على اول حاجه بشوف فيها رزمي ولا لا، انا معيش اي سي جي عايز اشوف فيها رزمي ولا ايه السبب؟ كمان الحاجات بتاعت الكورونا سندروم بقى كان سواء كان بقى في فايسكشن او لا، هيستيميا او لا، او اي حاجه من الحاجات دي لازم برضه نستبعدها من حتى السائل اوف جلانولر انجليز ممكن نشوف لو في ار بي سترين زي البروميننت اف ال بي 1 زي الفراكس بس هيك ديفيشن بس هيك ديفيشن فيه سام بس مش سبيسيفيك بس هون كمان 3 دي 3 بس مش بي 1 سبيسيفيك فيها بس هي كل حاجات الاي سي جي فايندز ممكن تلاقيها اللي ممكن تلاقيها في عيان ال ساينس تك كارديو ساينس تك موست بروميننت كتير في صح سيكلون انتر فايبريشن از ا برايمري كوز والاس بي تي از ا برايمري كوز ده قمر مع الفيديوز حسب انه في باست هيستوري من الاسبيزميك هيكسكلون اكيون كورونري سيكلون من ملقى برايمري and sometimes it's including a root dissection of the aorta with the occlusion of the one of the coronaries فده هيساعدنا على الدايركشن وده يمكن المهم ان هو الانفستيجيشن اللي بعملها كل ما تبقى ريسك ريزد كل ما تبقى تشيل كل ما تبقى رابد كل ما تكسكلوب ديزيز بنفس القدر اللي بتبروف ديزيز كل ما تبقى فيري ريلايبل انفستيجيشن فور الاي سي جيز جود اوبشن. وبعدين نسينا حاجه بس يا فندم معلش، اول حاجه بنعملها تاني احنا سسبكت نقل مره امبوليزم تمام، هتعلق العينه دي ايه؟ دلوقتي انا حتى لما الدكتور ده حط العينه في سكور معين او كده انا يعني لسه بفتكر اعمل اي سي جي دلوقتي. طيب انا دلوقتي ازاي حطيت 3 بوينتس مهمين قوي رفعوا السكور بتاع العينه من كاتيجوري لكاتيجوري ثاني بفكره ان انا بالموني امبوليزم هي بوست لايف دايجنوز وانا حتى ما عملش اي سي جي عشان التايكر احنا استخدمنا في الكرايتيريا التايكر لا هو حط برده الثلاثه بوينتس بتوع ال مش كل لوحدها بلاد بريشر خاصة لو انت you don't have the previous history of the normative blood pressure for this patient لازم يكون كمان معاها manifestation hypoperfusion which is numerous دي بقى الحاجة طيب الانيشال مانجمنت هنا هو الكونتراكشن هيبرين فلويد ثيرابيز انيشيتد شي واز ميديكيتد وذ كونتينوس اسبرين 1 ملي جرام بير كي جي. في مشكله في البريجننسي بيعمل يعني الدي سي ولا ريتراجينيك ولا مش بيعدي البلاسنتا بارير واحنا دلوقتي انت حضرتك الدور واقف في الاستقبال وانت حاسس او قررت ان هو according to the risk stratification يجي moderate at least فانا حد يقدر يبني pregnant في الـ دي ولا لا؟ الـ guidelines دي تنطبق على كل الناس ولا في specific guidelines في الـ pregnant في الـ
هو تقريبا الانتيجين استراتيجي. بس انا بالنسبه لي اللي انا عارفه ان هو الكليكسيل ده سيف وبيتاخد مره في اليوم حتى لو هو اكيد. طب خلينا نقول القصه دي كده. نعم؟ خلينا نقول القصه دي كده. ماشي. سكند ستيب مانجمنت تقترحوا ايه؟ انت هتعمل ايه بقى كده؟ عملت انت كل ده وقت. ايه السي جي طيب؟ اجيب طيب الاي سي جي هتعمل ولا بتعمل؟ هو صح ولا هو صح ولا لا؟ كونسلتيشن بتاع استاتيك جايكولوجي ريفيلز ان في تصوص ترانسفيرس في الترانسفيرس بوزيشن جود فايتال ساينز الكاروتيكو جرام واز اكتف with good viability, no uterine contractions, but ultrasounds can show concordant fetal growth. جبنا حد بتاع باسكولار كمان اهم واحد دوت اجيب باسكولار دوبلر ultrasound of lower lip excludes DVD. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. المفروض التايب لسه هو اللي جاي. هو اللي بيروح؟ لا يعني واحده حامل دخل استقبال اول حاجه هيعملوها يكلموا بتاع النساء. مش في الجو بتاع الغد ده بتاع النساء لما بيبص عليه بعت بتاعه. كلامك صح والله. بس برضه هنتكلم. الدياجنوزس هنا هيبدا ازاي؟ لو في سسبكتد بالمنه بريزم دوت شوك او هايبو فيوجن يوز الفاليديتي كرايتيريا في الدياجنوستيك بالمنه بريزم كوميندي الكلينيكال ايفالويشن يبدا بتاعنا بعد كده الدي دايمر تمام؟ الحته المهمه اللي احنا كنا نسحب ايه منها يعني الدي دايمر. اللاب انفستيجيشن اللي عملناها العيانه كانت الهيموجلوبين بتاعها 12.38 البليت ساعتها 170 تروبونين 1 كان 0.43 الريفرنس فاليو كان اقل من 1.5 الدي دايما بتاعها كان 2962 نانو جرام بير مليون. ممكن اقول حاجه؟ الريفرنس فاليو بتاعها كان 0.43 حتى لو كده وعملنا دايما برضه عشان يحسس بدنا طمنه البوليس ماشي بس الدايمر ده انا عايز عشان انا في لو في حاجه عادي انما لو انا اول طلع اصلا برنامج الريز لايكي انا هعمله ايه؟ هو الريستيجن اللي بعده انا متوقع ان انا طلع عادي بس خاصه في البريجننسي والهايبر كارديو بس دي كان اتفضل احنا عملناكم فيلم ده لو العيانه من الاول هايبروبابيلتي وهاي ريسك يعني هي مدمره يعني ستابيلتي زي ما حضرتك او الدنيا مش كده اول دي دايما ملوش رول اصلا يعني هو حتى في الجايد لاينز الدي دايما له رول في الانترميديت وفي اللو لكن في الهاي هو ملوش رول يعني ايفن هو لو طلع نيجاتيف وانا لسه عندي هايبروبابيلتي فانا مش معترف بالدقيقه بتاعته الدي دايما دي ولا اكيد هو ايه في الجايد معايا ماشي كلامك مظبوط هو في الهايبروبابيلتي ملوش رول انت ما استفدتش بيه كده هو ما هو طلع بص بس هو كده يعني كان مش قاد يعني بس انا اتس جود انك تكتست في اللو بروبابيلتي ايوه انت الكونس بتاع الدي دايما ديفيشن بيبقى فيها في السكند ثيرد تايمز اوف بريجنسي والسكسس هي اضر كونس بتاع الدايما والبرمونري بليزم والكاردر انفكشن والديمونيا بليز فور ريمايندر الارتيرا بلاديس سحبناها للعيانه طلعت من عندنا العيان عندها اسبيراتو اكيلوزيس بي اتش 7.51 تمام دي هنا بالمناسبه الارتيريا بلاديس لما طلعت اسبيراتو اكيلوزيس ودي هنا لما انا حليتها عشان اشوف ازاي طلع اسبيراتو اكيلوزيس بالبي اتش والبي اتش والحاجات دي حبيت احطها يعني سببها ايه؟ اسبيراتو اكيلوزيس بالظبط سببها طيب نبدا بقى الاي سي جي بتاعنا عملنا الاي سي جي للعيانه اللي هو طلع الساينس تاكيكارديا واس 1 كيو سي تي سي باترن في كيو اف انفرجن من في 1 لفي 4 بروبلي جريت تو اسكيميا اند اور الاوفرلود اوف رايت فينتريكل او دي او ايه رايت سايد اوفرلود ايوه لازم يكمل اسكيميا دي معناها انها تير اول اسكيميا الفيرست ستيب في الايمجينج هنا شيست اكس راي نعملها ولا ايكو ولا سي تي بالموناري ارتري بالموناري انجيو ولا لانج سكان شيست اكس راي ايكو سي تي بالموناري انجيو
ولا لاند سكيب؟ ثينك بير شير. ثينك بير شير. ثينك بير شير. هو قال لك في الاكزامينيشن مفيش كونجستد نت بيت. في ده بينهم في الحاجات اللي احنا بنقول عليه، لان يعني كل تيست ليس مستخدم تيست. باين في الاي سي جي ان اس 1 تي 3 كيو 3 وانفرتد تي ويف في واحد لحد 4 في السيكتر والانتيريور والليدز وما خدش بالي اذا كان في ست سيجمنت شيفت ولا لا. الايكو ده مش ممكن ده ممكن يبقى ايه بقى؟ هنشوف الار بي لو في ليميتيشن في الار بي البرمونيك بوتنشال في البرمونيك بوتنشال في الايبس دور على الدايمنشنز دايمنشن فانكشن ودور على تسدد وستايل الميكانيكال واحد استميت بالمونري ارتري بريشر ان ابسنس اوف كونجستد نيك فيز ما فيش تركيز بالجيرش عشان تقدر في استميت رايت وتريجر سيستوليك بريشر ان بروبر واي. في طريقه ثانيه نقدر نعرف بيها في رايز للبلمونري ارت بريشر في الاثنين اللي عشان تخرج لكم. ال 660 مش كان البلمونري اكسلريشن تايم؟ البلمونري اكسلريشن تايم ال 60 والبلمونري كابيلا ويج بريشر ال 660 مثلا. قيس البلمونري كابيلا ويج بريشر البرمونة الاكسلريشن تايم قال من 60 والبرمونة الكلام اللي مش تبقاش القصة طيب الترايت سايد كيس. طيب يعني انت شايف ان الايكو هو الفيرست بوسيبيليتي او السكند انفستيجاتوري ستيب وهيكسبوت كمان لو في اي حاجه ثانيه. طيب احنا كده مش طيب احنا دخلنا على الراديو انت اخترت احنا خدنا الريسك ستيب تمام. انا بس عشان افكرهم بالداتا سايز بتاعت هو بيتكلم هنا لا بس احنا براكتيكال وايز هنعمل اكس راي لا ولا هنعمل ايه؟ انت رايك يا دكتور دي؟ نعمل ايه؟ حد يعني انت ما عملتش سكريننج للمريض؟ لا ما عملتش ده بنفكرنا بالسنس بتاع ما كان بالسنس بتاع الاكس راي هتلاقي الهامبتون اللي هي حاجه بتاعها نظام الدفاع ده يعني الكوره داخله في الجول بس انت بس ما تخشش قوي تمام. في الهامبتون هامب والريستر مارك ساين والباراسايت تمام؟ عملنا في حاجه كمان هنعملها اسمها اللونج سكان. اللونج سكان دوت انا طبعا دي صوره جايبينها عشان نعرفك اللونج سكان ده في مسماتش. اختار برضه الانفستيجيشن دي ولا لا؟ لا مش كل مش كل الاماكن فيها اللونج سكان بس انا برضه افرض ان عند حضرتك اختارها ولا مش هتختارها؟ اللونج سكان اختاره الاول اختاره مع السي تي. لا لا بعيد عن في الحاله حضرتك في الكلينيكال سيناريو دي الحاله بتاعتك. لا انا اختمر انه مش هيتاخر المعيان انه مش هيتاخر بالتربيه دي. طب هنقرا منه يعني انا اقصد بالنسبه للعيانه بتاعت اللي لو هي خلاص هي مهمه ان استبرونا خلاص هيبروف لان هي بي اي فانا يعني هتعامل خلاص ان انا بي اي ممكن اعمله لو هو مش هيتاخر الديفنت تريتمنت بتاعها اللي هو ان انت نعمل كويس ايه؟ الاسبايت اوف اللي انت هو دي هتاخد راديو اكتف ريسيرس يبقى بريجننت في انا هقول حاجه صغيره فاحنا زي ما احنا متفقين من الاول خالص ان السيناريو هنا وايد رينج عشان الاكسبكتيشنز غير ان هو بيبقى في مستشفى اكورد بيبقى صغير قوي ونرم واكورد الافيليبل ريسورسز في المستشفى واكورد الافيليبل انفستيجيشن تمام. اللونج سكان هنا هتلاقيه في فنتيشن بروفيشنال سكان هتلاقي في ميس ماتش والبيست ميس ماتش ديفكت ايدنتيفايد في الستادي. الزيت بالمونري انجيو ده ادمستيشن بتاع كونتراست في البالمونري ارتيريال فيز الفيتس بينج بروتكتد فروم راديشن باي الليد شيلدنج
وال سي دي انجيو كونفيرم اكيوت بايلاترال بالموناري ثرومبو امبوليزم. تمام؟ دوت هنا عملنا السي دي انجيو طلع الاوكلوس ثرومبوس في الرايت بالموناري ارتري اكسبندنج على اللوبر برانشز، وسين في الليفت سوبيريور لوبر ارتري اكسبندنج ليفت بالموناري ارتري، وانذر ثرومبوس برضه كانت فيزبل في الانفيريور لوبر ارتري. نوت كومبليتلي اكلوسيف بس اكسبندنج انتو سيجمنتال برانشز. ده هنا مقطع ثاني الرايت فنتيكل ميجرنج بتاع العين نفسها فعلا. ايوه الرايت فنتيكل ميجرنج 57 ملم اند ليفت فنتيكل ميجرنج 19 ملم. تمام؟ وانا ليه وجهه نظري ان العيانه مريضه في الحياه شويه؟ اول ما هيبقى عليكم بتاعها قوي. بس ده اللي احنا بنتكلم فيه، اعتقد ان الايكو كان في الموسم ده. في رول فيكو هنا في العيانه ديت. تمام؟ الرول فيكو ده كنت اساله وقتها لو صبرت قتل الكورونا بليت هنا ريكونستراكشن مع فيكس سلايس 3.4 ملم في ماكسيم تنسي بريت شوينج الثرومبوس في الرايت الرايت بالموناري ارتري اللي هو الرايت ارتري. هو انا قبل ما اسال سؤال اتفضل. هي العيله صورت ايه؟ احنا بنعمل لها السي تي انجو قبل ما تدخل يعني قبل ما تدخل. اه هو 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 في 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 سي تي انجو في اجهزه بس مش عندنا في مصر يعني. الجهاز بره فعلا بتعمل فيه لو انرجي في امرون بيغطي في لو انرجي ممكن تستخدمه في البريجننسي لو مفيش في كيو سكان. طب بس ده بره مش يعني دي اللي بره وفي يعني انا كنت قريت كده سمعت فيديو معين ان في بره في اجهزه معينه من السي تي بتستخدم مينيمال دوز مينيمال دوز اوف راديشن واعتقد عدد اقل من الكاتس ممكن تستخدمها لو في الاكيوت بالمونري امبوليزم بس ما بتهيألي مش عندنا يعني مش عارف مش دي موديفايد يعني انت تقدر تحكم الكاتس على فكره في وجود يعني لايف ثريتنينج كونديشن زي كده السي تي مسموح به في الطبيعه والكاتس انت تقدر تحدد مع البروتكشن هتحط الايفرنس والحاجات دي بس كويس وكمان الديستانس اللي بين كل خط دي موديفايد من الموديل عندك الجايد لاينز قالت ايه في الدياجنوس؟ قالت لك ان سي تي انجيو نورمال سي تي انجيو دوت سيفلي اكسكلود البالمونري امبوليزم انما النورمال سي تي انجيو مي سيفلي اكسكلود البالمونري امبوليزم بيشن اوف هاي كلينيكال بروبيلتي. قالت ان سي تي انجيو شوينج سيجمنتال اور مور ذان بروكسيمال ثرومبس كونفيرمز البالمونري امبوليزم. تمام؟ قالت كده شخصتها بالسي تي انجيو ان هي كونفيرم البالمونري امبوليزم. الايكو بقى اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول دوت الرول اوف ايكو في الحاله دي الايكو له اثنين رول خلاص هقول واحد فيهم دلوقتي وواحد في الاخر. الرول اوف ايكو هنا انا كنت عايز اجيبها الحته بقول لك هنا ان هو في الاول خالص كان كاتشز الانيشال دايجنوزس كانت بسيطه كلينشز ذا كوريكت دايجنوزس في الاول خالص الاكس راي اند دي كارديوجرام كلينشز كوريكت دايجنوزس لما الاكيوت ديسنا از انكاونتر مع في الامرجنسي روم. تمام دي الحته اللي كنت عايز اجيبها لكم في الرول اوف ايكو. لما عملنا العينه دي طلع ان هو ايه في ال in the stoic epical chamber view showing right ventricular dilation. تمام paradoxical septal evolution and pulmonary heart stoic pressure can 65 millimeter mercury. That was a parastemotional acid view showing the stoic flattening بتاع the ventricular septum due to pulmonary hypertension. هو كمان في transthoracic cardiography preserved right ventricular systolic functions trigastric annular brim excursion can 23 millimeter. ده الامامود على الكركاس ده على الليفت على الليفت على الانيمس بتاع فيون بتاع الكركاس ده. All of the following are echo findings for embolism except A. A large right ventricle and في ال parastemporal axis view dilated right ventricle in the four chamber view with basal right ventricle left ventricle ratio اكتر من واحد اسمها مكونت ساين. Flattening interventricular septum في ال parastemporal axis view distended inferior vena cava with diminished inspiratory collapsibility في subcostal view pulmonary acceleration time اكتر من 60 والpulmonary artery systolic pulmonary artery pressure اكتر من 60 ملم مركوري 6 time decreased tapsy في الام مود except انهي واحده فيهم؟ think fair share يعني كل دول صح ما عدا واحده غلط واحده غلط خليهم مكملين مع بعض يعني وقف العرض وقف العرض هم هيطلعوا اقترح بيه يعني واحد منكم غلط
امسكهم واحده واحده. اللارج رايت فينتيكل في الباراستيرنال شورت لونج اس فيو دي صح، دي صح. الدايليتد رايت فينتيكل في الكافور دي صح، دي صح. الفلاتن انتر فينتيكل سيستم دي صح. الديستند انفيرور من الكافه في الانتجريشن بس ولا كولابسبيلتي دي صح. اكتر واكتر دي اللي ايه؟ دي غلط. الو العلامتين دول العكس، احفظهم كده ان دول الستينتين دول رايحين ناحيه الستينتين مش ناحيه الرقم، احفظهم كده. هو ده اللي هيجي لك فاهم؟ الديكريز التابسي في المده ماشي. والمكون معاك دي هنا الايكو فايندنجز اللي انت هتلاقيها في عيان البارمولاري سسبكت البارمولاري كوليزم، هتلاقي في الثمان حاجات دول الايكو فايندنجز كلها تمام موجوده في الجايد لاينز. According to the sixth sign, في suspected pulmonary embolism يكون which the following statement is true. The pulmonary acceleration time أكثر من pulmonary systolic pressure أكثر من 60. Pulmonary acceleration time ده ولا من هنا ولا من هنا؟ أنا واحدة فيهم ولا صح؟ الأخير اللي صح. دي اللي صح. ماشي. الدايجنوز هنا. الام ار اي. الام ار اي هنا. تعملوا الام ار اي العادي. خلاص يا عيان كان عندك مشاكل في المستشفى ما عندكش غير الفاسيلتي دي. لا يعني عندي ام ار اي ومعقول في ام ار اي ومفيش سيتي. لا لازم الام ار اي شود بي نوت شود نوت بي يوزد تو رول اوت. بدل ما نفرز. شود نوت بي رول عشان البيشن عنده ولا ما عندوش. تمام؟ بس هو سيف للبيشن تريجنت فيه. لما هيجي في الاخر في الدسكشن. التريتمنت بقى نبدا التريتمنت المانجمنت بتاعت الانديفيدوال بيشنت ريكوارز كلينيكال اسسمنت اوف ريسك فاكتور بنفيتس معاها حاجه ودي كلها ديبيندز على اللوكال افيلابيلتي بتاعت ثيرابيوتيك انترفينشنز. حاجه كمان لازم تعرفها ان الجريتست بنفيتس في العيانين دول لو هم هياخدوه اكتر لو اتعالجوا بيه في اول 48 ساعه من السمبل اونست اوف سيمبتومز. تمام؟ الجولز بتاعت التريتمنت هنا في الانيشال تريتمنت انت عندك الجولز واللونج تيرم بريفنشن انيشال جولز. عايز اسال في الانفستيجيشنز ازاي ايكو بيلعب دور مهم في المانجمنت في الدايجنوست اوف ذيس كيس؟ يعني هل انتوا بتعملوا سي تي لكل الحالات ولا الايكو هنا ليه دور في اختيارك للسي تي؟ يعني بتشتغل ازاي في حالات السسبكتد بارتنر؟ تعمل لكل الحالات هيك وكل الحالات سي تي؟ لا طبعا ممكن كل الحالات هيك وكل الحالات سي تي ولا للاسف الافيلبل والاسف ليه هو ده الجايد لاينز بتقول ايه؟ الجايد لاينز في الاول قال سي تي لو هو سسبكت لو موست لايك سسبكت يعني مفيش ايكو انا ايه الجايد لاينز؟ يعني مفيش ايكو خالص عادي لو في لو في لا في ايكو اي طيب ما انت يعني انت بسال سؤال دور الايكو هنا ايه؟ ودور السي تي هنا ايه؟ هل كل الناس بتعمل لهم ايكو وبعدين سي تي؟ 100% ممكن العكس لو انا العيان لو هيمو دايما عندك السلايد دي هي المفروض لو هيمو دايما كلينيكال ان ده قانوني بالنسبه للحاله المسكين لا لو هي هيمو دايما كان ستيبل الايكو قبل ايوه لو هي هيمو دايما كان ستيبل هو الايكو اول حاجه تتعمل وزي ما قلت لحضرتك في الاول السي تي ما ياخرش العلاج لو هو هياخد وقت يعني بعد الايكو ممكن ابدا في العلاج على طول بيزد على الايكو فايندنجز والكريتيكال اكزامينشن لو هي سبورتنج للقرار عينها ايوه انا عارف انت عينها بس برضه عايزين ناكد عليها على النقطه دي الايكو لو هو ما عندهاش لو السي تي انجيوجرام ميديتلي افيليبل طب انا جاي دلوقتي السي تي فاضي وجاهز ادخل على السي تي على طول تمام وزي ما الدكتور خالد قال كان ستاند كان توريت ان انا اقدر على شويه كمان الحق من لا سي تي لو الايكو طلع نيجاتيف يعني مفيش ساعه مفيش بعد برضه لو نو مفيش اي حاجه يبقى سيرش في الارض كلها في المدرسه ولا هتعمل سي تي برضه؟ هتعمل سي تي لو ايه؟ لو الايكو طلع نورمال لو الايكو طلع نورمال مفيش ساينز اوف دايلاتيشن اوف ذا رايت برانش كان مفيش لو هو نورمال وانا مش عارف اشوف منه انا بنيم سي تي جايد لاينز مش كده كده راي حضرتك ايه؟ هو مش عارف هو ده فايده الايكو ان الايكو بتعمل فلتر للناس اللي هتبعتها تعمل سي تي والا يبقى احنا هنعمل سي تي كل الناس يبقى الايكو مالوش دور بالظبط لا الايكو بيعمل لك فلتر لو لقيت الايكو ده نورمال خلاص انت بتستبعد لحد كبير جدا
ده برايمري فيزيكال، بالتالي مفيش داعي ان انت تبعته يعمل سي تي والا يبقى ليه كمان مالوش دور. فايكو هنا از فيري اسينشال تول ان ذا مانجمنت اوف كيسز اند ان تشوزينج ذا نيكست ستيب. الانيشال تريتمنت في الاكيوت كلوب الجولز بتاعتها ايه؟ هتستوفر بروباجيشن بريفنت انها تعمل امبوليزم بروتكت. قول لنا بس برضه يعني اسال المجموعه السؤال قبل ما نحط الاجابه على ال اتفضل. In this case, in this case scenario, what's the first line of treatment in this case? انا مش كاتب حد في السلايد دي خالص. لا هاي هاي السلايد بس خليهم هو الدكتور سامر بيسالهم الاول. اول حاجه خالص هو وانس ان انا حصل سسبشن هبدا اكسامين لحد ما نشوف بقى دي. احنا خلاص احنا عدينا مرحله السسبشن بجالك دلوقتي انا صوت سيومنتد في بروبس مش كده؟ خلاص احنا دلوقتي في مرحله ان انت قدامك تقرا ريبورت السي تي في بروبس. Thank you, Ashir. دلوقتي خد مانجز اول خطوه وتاني خطوه مثلا وتالت خطوه. لا المفروض ان انا دلوقتي بقى ابدا خلينا نرجع تاني للكريتر عشان نعرف ازاي عندنا عيانه استاز هيبوكزيميك هيبوتنسيف ويز دوكيومنتد باي مولر انتمايزيشن ازاي تتريت. انا كده هنقل السيفيريتي اندكس او الاس بي سي سكور هيحط العينه دي في الهاي ريسك جروب بتاعتها. الجروب بتاعها غالبا هيبقى يعني على ما افتكر هيبقى فور كومبليت. انا مش قصه فور كومبليت هو يعني العيان من الاول هو بيتحط هيمو دايناميكلي انستيبل او هيمو دايناميكلي ستيبل. لو هيمو دايناميكلي انستيبل احنا خلاص السكه بتاعتنا ما بنعملوش الاس بي سي سكور. السبيس سكور بيبقى للدول الاختربيدي دي زي ما الدكتور قال هي من الاول اصلا هي مره كان ستيبل فهو بيبقى الحل بتاعنا احنا عايزين نعمل دي بس بولاريزيشن باي حاجه من الثلاثه يا اما بنعمله بثرومبوليتس يا اما بنعمله بفيتينيس يا اما بنعمله بسيرجيكال. ف يعني على حسب بقى الافيلابيلتي بتاعتك في المستشفيات كويسه احنا عندنا الاكسجيشن الاول بعدين بالظبط ام سي وبعدين الاساس بتاع الاوستات بيقول له هل انت تقدر تعمل تريمينيشن مش دي في الرينج ده عشان انا حد اسمه بوليتيك ما حدش يقول لك مرات رابط. ده برضه السؤال اللي مهم اسال الهيبرين تختار الهيبرين وانا نختار اليوم ليك الهيبرين اللي قلنا مش هندي الثرومبوليتيك ده رقم واحد ولازم نبقى عارفين الثرومبوليسيس ده doesn't affect the baby or not يعني is it when needed can be given in the pregnant female ولا لا. مش دي موداليتي بتاعت التريتمنت اللي حضراتكم بتفرحوها او الثيرد موداليتي ان احنا نعمل انترفنشنال بروسيجر. طيب ما تقولوا لنا كده قول يا دكتور ضياء لو انت لو انت هتتفنن في السلايد اللي جاي زي الفل اطلع من السلايد اطلع من السلايد اللي جاي السلايد هتحسب قضيه خلاص بالظبط خلي السلايد اللي جاي دي هي بقى الايه الريفرنس بتاعك. طيب بقى بيها بس انا عايز الاجابه حضرتك هنعمل ايه يا دكتوره معاك ما انا هدي اوكسجين عادي هديها فلويد وبعدين هكمل اشتغل جوستر طبعا هتخلص 29 اسبوع ده مش صح يعني ما بقدرش اعمل ترمينيشن 29 اسبوع ده رقم كبير قوي. متوقع الاجابه ان احنا مش هنعمل كل حاجه مش هعمل ترمينيشن يبقى الافضل عادي لو انا في سنتر في بي سي اي كويس كروبوت وانا عامله سي تي وحددت ان هو بايلاترال ممكن اقدر ادخل اعمل احط شيلد على العيانه وادخل اعمل متفقين في القصه دي هو لو مالتف كونتراديكشن pregnant patient with massive pulmonary embolism pregnant patient with massive pulmonary embolism and hemodynamic instability
واتس يور ديسيجن. انتوا الخمسه بتقولوا ثرابيوتيك يعني دي فاسيليتي اه دكتور ضيع قبل ما تقول لنا بقى السلايد. اقول لحضرتك البيشنت واز ترانسفير للكرونيك كير يونت شي ستيل اجيتيد هايبرتنسيف الديسيجن تو جيف ثرومبوليك ثيرابي تيكس بليس. تمام قرروا ان هم يدوا ثرومبوليك ثيرابي. تمام ويتش ثرومبوليك ثيرابي از بريفيرد ان ذيس كيس. نبدا كده نتكلم في الثرومبوليك خلاص يعني قضي الامر قضي الامر ثرومبوليك ثيرابي. تحبوا جدا نحبوا جدا اي واحد ثرومبوليك ثيرابي. طب طلع هو واحنا عندنا كام نوع في في ستريبتوكوكينيز يوروكينيز تشو بلازميشن اكتيفيتور ستريبتوكوكينيز يوروكينيز تشو بلازميشن اكتيفيتور. لو الثلاثة موجودين يعني اللي موجود عندنا ستريب بص الثرومبوليك ثيرابي في البلمونري لازم بعد ما حضرته اول هو يعني هو مثلا قبل يعني هو يعني بس اسال حضرتك يعني هو في واحده فيهم لها ادفانتج عن الثانيه كنوع لو هم الداتا زي ما حضرتك بتقول متوفرين ولا يعني اه طبعا اه هو لان هو ده انا شايف السلايد دي دوز يعني مش قصه دوز هو لو الثلاثه موجودين دي المعلومه مش عارفها فانا بسال فيه في حاجه فيهم لها ادفانتج عن الثانيه كان سواء كان الستريبت او يو او في الارت بي طبعا انجع في العين انجع من الستريبت وكارنيس وبالتالي طبعا ده بيبقى المفضل بس يورو كارنيس في النص اه هو بس في كابل ده ناقص الليفل اوف ايفيدنس الكلام من ده اللي هو هتلاقيه مكتوب في اليوروبيان ريكومنديشن ده هو انت بتاع الدوز صح كده؟ الدوز والانديكيشن في الداتا ده بتاعت الاكسلريت دوز والسلو الاكسلريت والاكسلريت والسلو ريجيمن ده اللي انا جايبه عشان كده. تمام محطوط ان في ستريبتو الدوز بتاع الستريبتو كارنيس كام؟ مليون دوز حسب اكسلريتد ولا يعني بتاع 24 ساعه ولا هنديها على ساعه بتعملوا ايه عندكم في المستشفى؟ ساعات كده وساعات كده بصراحه احنا عندنا في حاله مره عملناها كده وفي حاله برضه مره عملناها بالتالي مفيش بروتوكول عندكم الاسم عندكم مش ممشيكم على حاجه معينه كل واحد بطريقته على حسب الشغل ايه اللي عايزه اخر حاله ايه طيب؟ اخر حاله احنا مشيناها هي الحاله كانت على 8 دي مشيت على اللي هي السلو دوز خدت 250 على ساعه 48 ساعه؟ لا 250 الف على ساعه ومليون على 24 ساعه 24 الجايد لاينز بتقول ايه بقى؟ بص يا فندم الجايد لاينز قايله حاجه بس تؤخذ في الاعتبار ان الكونترا انديكيتر الكونترا انديكيتر بتاعت الملايسنس كانت كاتبين بريجنسي كريلاتيف النقطه لازم تحطها في ان الفارماكوثيرابي بتاع والترانسفيرنسي بتاعت تمام خد بالك كلمه سيفرال فاكتور ترباين الترانسفير بتاع الميوكيول تو ذا بلاسينتا تشمل الليبيد فريبيلتي بي اتش البروتين بايندنج والموست امبورتنت هو الموليكولار ويت. تمام اي موليكولا اي ثرومبوليك ثيرابي جريتر ذان 1000 دالتون كروسز بولي تو ذا بلاسينتا يعني مش هيعدي. جبت لك هنا التيبل الموليكولار ويتس بتاعت الثرومبوليك ايجنتس كلها الالتي بليز واليوروكاينيز والسيبتوكاينيز والكينيكتي بليز والريكي بليز كلهم اكبر من ال 1000 دالتون فكلهم مش هيعدوا البلاسينتا دي النقطه اللي انا جبتها. اعتقد ان الستريبت واحد من الناس الكبار هو الالتي بليز بالظبط ما فيش هيعدوا عشان كده بيبقوا سيف انك انت ممكن تديها ايوه السيبتوكاينيز والالتي بليز الكينيكتي بليز فبالتالي دول اكتر ناس هيبقوا ريلاتيفلي سيف تمام هو ريلاتيف كونترا انديكيشن مش سيريور كونترا انديكيشن وهيبقى افضل واحد الالتي بليز الالتي بليز الالتي بليز ده موجود هو افيشن وبعدين الموليكولار ويت بتاعه اكستريملي الالتي بليز كمان موجود هنا في مصر انبولة اسمها ثرومبكس بحوالي 180 جنيه السيدو الستريبتو بايز معروف عن السيدوليت معروف سعره كام تمام اللي هو الالتي بليز خد بالك الالتي بليز ده تيشو بلازمينجر اكتيفيتور الالتي بليز ده تيشو بلازمينجر اكتيفيتور العيانه طبعا قبل ما تديها الثرومبكس لازم تحسب لها الهاسكل سكور بتاعها تمام لا انا مختلف مع حضرتك ليه بقى؟ انا عايز اسال نقطه يبقى ايه؟ انت عندك ايمرجنسي لو حتى عندها بيني تندنسي انت بتنجز هو بيخليني اوتش يعني معلش احنا بنتكلم براكتيكال وايز لما بنحسب الهاسبليت سكور بنحسبه في العيانين الكرونيك اللي عايزين نعمل انديكيشن ليه؟ انتي كوابيليشن فولو اب انتي كوابيليشن ولا لا ونوعه واذا كان هياخد معاه سنجل انتي بليتلتس او هيومن انتي بليتلتس اكوردنج تو انما في اللايف سيفنج بروسيجرز
واحد الاكسجين ساتوريشن بتاعه بيقع وعنده بروكسيمال فيرست اوردر برانش البولاري امبوليزيشن، حتى لو كان بليدنج تندنسي عالي هديله. ممكن ما اديلوش ثرومبوليتيك واديله مثلا هيبانيل، انما لازم هياخد انتي كوجولانت حتى لو هاس بيتس كود بتاعه. معرفش رأي الدكتور سامح هلاني. اه بتهيألي طبعا يعني كيس كيس. لا احنا بنتكلم عن الحالة. الا لو انا حاسب بس على انتراكرينيال افريج فاست ذيس از ذيس از ابسوليوت. اه ده بالنسبة لي بقى هبتدي افكر في حالات اخرى. قد يكون مثلا سيرجيكال فروم باك تو بي بقى او حاجة زي كده يعني. انا حاطط السلايد دي بس عشان ده الاستاذ الدكتور سامح بيقول عليه اللي هو الكونتر اللي هو السوليد كونتر انديكيشن للفورمولات السيرامي وات ايفر. انا حابب ليه لا في كورونري سيندروم ولا ماسيف بالمونري امبوليزيشن، انما السكور ده حتى لو طلع عالي ان ابسنس اوف ريزن سيريبرال هيموراج. طب في الاخر هي دي 10 After we bleeding risk against the greater risk of irreversible clinical compensation, it was decided to administer thrombolytic therapy with direct decrease. What is the activator? 40 milligram bolus over 5 minutes. Direct decrease, that should have TNK. TNK. Like TPA, that's your activator. All the TPAs. 3 hours. كلير كلينيكال اند هيمودينامك امبروفمنت اوف ستيم. البلد بريشر كان 95 65 ملي مرري. الهارت ريت كان 300 هيدي بقى 100. البريثنج ريت نزل من 40 ل 25 فات بير مينت وديكريز النيد فور سبلمنت اوف ستيم. بس استخدمتوه في مصر عندنا التريت بيز مش موجود في مصر. انا سالت عليه صديق العسل مش موجود مش عارفين هو. بس لو في حاله واقعيه قول بقى اللي تتاخد مظبوط ستيرويد ستيرويد كان ايه ده يا ريت يكون موجود. ده طبعا ميزته ان هو بولس سنجل دوز سيو جرام بير كي جي خلاص. وده طبعا احنا بنحاول وزاره الصحه نجيبه عشان حالات المرفات اللي فوق عشان لكن حجم بعيد المنال، وبالتالي احنا ما بنشتغلش غير بالستيرويد. هو بيدوا في الاسعاف برضه في ناس ميديكال بتشوف في الاسعاف ممكن بيغيروا في الاسعاف. العيانة بعد كده discharged from the chronic care unit on the fourth day at the respective aesthetic and gynecology department. She remained hemodynamic stable throughout her hospital stay with 96% oxygen saturation and no air. No maternal or fetal hemorrhage complication occurred. At fifth day, ECG and transurethral were performed, which showed normal size drive ventricles. No signs of pulmonary hypertension. وانا حطيتها باللون الاحمر عشان تعرف بعد كده حاله ثانيه ايه فايده pulmonary hypertension يعني. تمام؟ ده الـ ECG والـ ECHO اللي اتعمل للعينه بعد كده. الـ ECG showing sinus rhythm 60 beats per minute. Absence of S1 في V1 و T1 inversion اللي كانت موجوده في V1 و4. والـ transurethral ECHO endostolic apical four chamber view showing the right to left ventricle ratio اقل من 1. والـ pulmonary systolic pressure نزل لحد 25 مليمتر في المركبه. تمام؟ اللي هنا في شو از تشارجد لهوم على اليوم ال 17 وميديكيتد وستابتينوس اوكسابالين 60 ملي جرام توايس داي. مكتوب هنا في جايد لاينز ان اللو موليكيولر ويت هيبرين از ذا تريتمنت اوف تشويس فور بارنوريك بريزن ديورنج بريجنسي، وان اللو موليكيولر هيبرين داز نوت كروس البلاسينتا وداز نوت كونفيرم مع ريسك اوف فيتال هيموراجيك اور تراجيستي. عشان كده ادوا العينات الاكسترنال هتفضل ماشي عليه لحد طب ايه دور النواكسن؟ مش جاي كاتب ان هو ما يتاخدش. ليه ما يتاخدش؟ الكونتر بيكيت. ليه؟ طيب كويس. ما فيش سبريشن احنا في ادويه كتيره ممكن تكون بنستخدمها ساعات وليل، بس ما فيش راندمايز كلينيكال ترايل تجستيفاي ان هو ياخد التايم. On the 30th day after diagnosis, the aesthetic ultrasound showed the fetal growth in the same pulsatile care with normal morphology, amniotic fluid volume, and flowmetry in the umbilical and middle cerebral arteries. The صور قدام حضراتكم دي Doppler flowmetry of the right middle cerebral artery بتاع الفيتوس. تمام؟ البي الباراسيتال كرينيال imaging، وفي بعد كده الاستيميتد فيتال ويت ماشي مع الجروث بتاعه.
اخر حاجه اتعملت فيرد لاب انفستيجيشن فور ماتيرنال ثرومبوفيليا ريفيلد هير تو بي هاف هيموزايتس 4 فاكتور 5 ليدين ابدومالتي. طبعا تنسيق العينه كده طبعا لازم نقول الدليفري بتاعها هيمشي ازاي. هنقول الفاجينا دليفري طبعا بريفيرابل تو سيزيريان سكشن بالرغم ان هي كانت عامله سيزيريان سكشن في الاول which should be reversed for specific fetal and maternal indications. Safe to begin انك انت تبدا الاورال انتيكواجيشن 12 hours after delivery. It should be continued after for at least 3 months. ابتدينا الحقيقه مع عيني الورفرين تمام. ده الورفرين طبعا should not be used في pregnancy تمام particularly في first trimester عشان الريسك بتاع الامبريوباثي ولا في third trimester due to risk of placental abruption and or fetal mutual hemorrhage. Can be used safely after delivery and during the breastfeeding. ركز في الحته ديت تمام. طيب جايبين اهوت الجايد لاينز هتبقى الانتيكوجولنت تريتمنت شود بي administered فور ات ليست اكتر من 6 مانثس 6 ويكس. العيانه دي بتبوها البوره الانتيكوجولنت ات ليست 3 مانثس وبعد كده بنري اسس بعدها من 3 ل 6 مانثس. الجنرال كونديشن بتاعت البيشنت هل في لسه ستريس فاكتور هحطها على السكور نفسه بعدها هل هي ستيل هاي ريسك ولا مودريت ريسك هل في اي حاجه تخليها ريسك تاني ليا ولا لا؟ اذا كانت العيانه عندها وان اوف ذا انتي كوجولنت ديفيشنسي فور لايف مش سامع حضرتك منين معلش عندها فاكتور 5 لايدن اب نورماليتي ذيس از ا فور لايف and permanent abnormality imbalance between the coagulative factors and the anticoagulative factors. Does it justify that I take an oral anticoagulation for life? يعني بمعنى العيان اللي بيجيله DVT وال بروتين C وبروتين S factor 5 ليدن normal هياخدوا نفس الديوريشن اللي واحد فيهم عنده بروتين اس او بروتين سي ديفيشنسي او فاكتور 5 ديفيشنسي ده بس تعليقي على الديوريشن. هو انديفيدولي هنا انا هبص ان هي اكيد دي حاجه انهيرد دي حاجه موجوده ليها من زمان فليه ما حصلش غير في الحمل؟ عشان ده بريسبتيتنج فاكتور. فهل هفضل خايف طول يعني فور لايف ولا هخاف من بريسبتيتنج فاكتور زي كده؟ انا بسال برضه مش عايز كمل ما اصل انا كنت هسال الاسئله دي بعد ما تخلص. عيانه هتمشي على ماليبان بعد كده هديها قد ايه؟ ثلاث شهور الجايد لاينز كانت بديها ثلاث شهور تمام؟ مينيمم مينيمم اوفر اول ديوريشن ثلاث مانثس تمام؟ بعد الثلاث شهور اعمل ايه؟ من ثلاثه لسته عشان اعمل شيفتنج على اسبرين اوفر هاو لونج؟ لو بروفوكت بروفوكت لو بروفوكت بروفوكت ايه؟ بروفوكت يعني ده في سبب عارف السبب شايف طب ما بروفوكت بقى هيقفل هنا ويجي لها لان هو وارد ان يجيب بريسبيتنج فاكتور وارد ان هو لو بيترافل بريسبيتنج فاكتور ديهايدريشن تروما اوبيزيتي وعندها ديهايدريشن فاكتور. How would you advise for her pregnancy بقى next pregnancy؟ consultation بعد كده يعني؟ تقعد مع العيله بقى كل حاجه. بيشنت كونسلنج متى يا فندم قارين قارين السلايد دي قبل ما انا كل حاجه هتعملها ليه كلها بتنيجي طبعا هعمل ايه بقى؟ لسه كلمه الكونسلتيشن دي هقولها لحضرتك بقى طب انا قول طبعا اللي بناكل هنا اللي هو الانتي كواجلانس كل واحد شغال فيهم ازاي تمام؟ البوست بارتم فيلو بقى بعد ما تولد العينه ديت لازم تحط في دماغك ان هي عندها ممكن فيها بوسيبيليتي ان هي تكشف بوست بارمونال امبريزم بارمونال هايبرتنشن. والجايد لاينز هنا الحقيقه عملت ايكوكارديوجرافيك بروبابيلتي عشان العيان يبقى تعمل اسسمنت ان كان عند العيان جالها بارمونال هايبرتنشن ولا لا تمام؟ وحطت بارامترز التراكاستيك ديبيتيشن فيلوستي والبريزنس بتاع ايكوكارديوجرافيك بارمونال هايبرتنشن ساينس
والايكوكارديوغرافيك بروفيل دي بتاعت البرمونري هايبرتنشن تمام. وعمل جدول تاني للايكوكارديوغرافيك سايز بتاعت البرمونري هايبرتنشن عشان تقدر تعمل لها اسسمنت في الفيرتيكال في البرمونري ارتري وفي الفيرتيكال كابا اند رايت ارتري زي ما مكتوب في الجايد لاينز تمام. طيب اقول ديسكشن صغير كده على الحاله بسرعه ان الكريسمس هو نوع الكاوز تغير اللي هم بيدوا هاي انستنس بتاعت الثرومبوكوليزم في البريجنسي الفينستيزس والباسكرا انجل والهايبر كورديبيتي الدايجنوزس بيبقى هنا في البرمائي الانجليزي بقى ديفكت تو ايفالويت سينس موست هيلثي بريجنت وومن هاف لور ليمب اديما و70% منهم سفرز فروم شورت تو بريست اند في البريجنسي الدايجنوز بيبقى ريكوايرز هاي اندكس اوف كلينيكال سسبشن لازم الدكتور فينا يبقى عنده هاي سسبشن جامد قوي وده هنا بيزد على البريسبوزنج كونديشنز والريسك فاكتورز. في الحاله بتاعتنا ديت البريسبوزنج كونديشنز بتشمل اوفر ويت بريجنسي في ايج اكتر من 35 سنه في عيان عندها ممكن تكون ثرومبوفيليا اموبيلتي ديورنج ترافل انيشال سيمتومز بتاعت الليفت ليج الخاص ودي بروبل عشان دي كومباتبل مع اكتيفيتي البيست على ريسك فاكتور والاكزامينشن. الحاجه الثانيه الكلينيكال بروبابيلتي كانت بكالكوليتد بتحسبها بالويلز سكور والجينيفا سكور تمام وده بيخليك تعمل جايدنس للتشويس بتاع الاكزامينشن. رغم ان التول ديت هاز نوت بين فاليديتد للبريجننت فيميلز او بريجننت بيشنت في ستادي واحده بس اتكلمت على ثلاثه فاريبلز ابير تو بي بريدكتد تي في تي في بريجننت وومن اللي هي الليفت ليج سيمتومز على الاخص والحاله الثانيه اكثر من 2 سنتي ديفرنس في الفايف كونفرنس والحاله الثالثه الفيرست تريمستر. اللابراتوري ريزلت اللي احنا عملناها البلاد جاز بتطلع معظمها في سبايرال الكالوزس التي دايمر الليفتد فايبرين والديجريدد برودكتس ده ار اولسو كومنلي فاوند في هيلثي بريجننت وومن كمان الليفلز بتاعت التي دايمر انكريز في الجستيشنال ايج كمان ريتش الماكسيمم في البيرث التايب اوف بيرث. But such test should perform it due to their ability تعملهم عشان exclude the disease نفسه و avoid unnecessary exposure to ionizing radiation. بالنسبة للراديوغرافي الexamination using the ionizing radiation في الومن والchild bearing should be performed during the first 10 days بس و after menstrual cycle and if the possibility that woman is pregnant must be excluded first. الexposure بتاعت ovaries طبعا للradiation preconception no measurable effects على فيتشر has no measurable effects على الفيتشر ستيشن. في ريسك بتاع ionization في pregnant women same as that of non-pregnant female. However, لازم تعرف ان الفيتس ionizing radiation can cause بيحصل له death malformation particular في الاوكيولر في عينين الطفل في growth retardation mutagenic and carcinogenic effect. That depends mainly على gestational and absorbed radiation dose. لما انت بتعمل كلينيكال بروبابيلتي للعيانه اللي عندها بالمونري ثرومبوكوليزم البرايمري دايجنوستيك موداليتيز ار البالمونري فنتليشن بروفيوجن سنتيجرافي والثراسيك سي تي. الراديشن دوز بيتكلموا في ان الابزورب الراديشن دوز بالنسبه للفيتس 0.003 و 0.13 ملي جاير بالفنتليشن بروفيوجن سكان انت بتاخد بس 0.2 ملي جاير. No evidence that doses up to 50 milligram lead to fetal abnormalities. في pregnant women with normal cyst X-ray, ventilation perfusion scan may be more valuable during the diagnostic attack for pulmonary embolism. Will pulmonary angio should not be used في pregnancy. The prevention بتاع حاجة زي كده بتبقى هنا routine assessment بتاعت ال risk factors بتاع venous thromboembolism في first six months pregnancy. The most important risk factors here at DVT are the history of unprovoked DVT with thrombophilia. The oral anticoagulant together with unfractionated heparin or low vapor heparin should be administered to achieve therapeutic doses within the first 24 hours. التنينتي بليز هنا ده genetically engineering glycoprotein derived from recombinant plasminogen activator وسبستنتنج 3 امينو اسيد بس اهم حاجه فيه ان هو سلور بلازما كليرنس لونج لايف جريتر فايبرين بايندنج ليس فايبرينو جلايسيس اند كواجلوباثي وجريتر ريزيستنس تو انتركتيشن بتاع البلازموجين اكتيفيتور انهبيتور وبرضه داز نوت كروس بلاسينتا بارير وده بياخد سنجل دوز بس. التيشو بلازموجين اكتيفيتور
ده الايجنت اوف تشويس بقى بيستخدم حاليا في كل حته. ده ادمستر اوفرشور فيلد اوف تايم باثولوجيكال كلوك هنا بتعملها بالسولفنت. مفيش هاز نو هاي has high affinity to plasminogen only the presence of active fibrin, تمام, not induced antigenicity. The conclusion هنا the plasminogen embolism is commonly in pregnancy associated with significant maternal morbidity and mortality. It should always be considered in presence of suspicious symptoms and signs of and confirmed by appropriate diagnostic exams, including vaccination, perfusion scan or CT. Oral anticoagulants should begin immediately, and thrombolysis should be considered in case of hemodynamic instability, and it has been shown to have effect of in few cases. Thank you. المفروض نغير العيادة دلوقتي بعمل لها لسه بعمل الكونسلنج على البيشنت نفسه. الحمد لله على السلامة ساعة البيت، ألف مبروك مكانك، تمام؟ في بعض النصائح كده اللي عايزين نعملها الأول، كويس؟ أول حاجة في دواء المدام هتمشي عليه لمدة ثلاث شهور، هتتابع ألف ولايف، أنا هتكون ثلاث ومستمع ألف ولايف عشان عندها تكتب طيب. هتمشي عليها على طول في اللايف، هتمشي كل شهر كده هتعمل لي تحليل للسيولة، تمام؟ الحاجه الثانيه هتبدا المدام ان شاء الله كده تبدا تعمل حميه غذائيه اللي هو نظام غذائي عشان تقلل الوزن بتاعها شويه. رغبتكم في انجاب طفل اخر لازم تبقى تعدي عليها الاول قبل ما تعمل حاجه زي كده، او مجرد حدوث حمل لازم تقولي تمام. بالنسبه بقى اللي في اكل معين هتاكله في اكل مش هتاكله، تمام، هتقلل منه تدريجيا. انت عارف طبعا الحاجات الخضراء اكتر حاجه مهمه جدا بندخلها في السلطات في الكلام ده كله، هنقلل منها. مش معنى كده ان احنا مش هنكلها خالص، تمام؟ لا هنقلل منها. يعني معنى كده طبق السلطه يبقى ايه؟ طماطم، جزر مبشور، فاكهه، وتعالى بي كي اي عشان بالظبط كده بالظبط عشان الحاجات دي في المواكس مش محتاجه. ممكن اسال سؤالي منهم يعني بدون اكتر في يعني كبراكتس قدام حضرتك في برايورتي للبي كي اي عن الواكس هنا ولا الاثنين بسيم؟ خلاص العينه اي ثينك الواكس هي اللي بتشوف فيه ذا فيرست برايورتي، تمام، خاصه بعد البريجننسي خلاص سيف وفي نفس الوقت كمان مش محتاج بقى شغل الدكتور محتاج شغل الدكتور اي ار وكمان تبقى في ثيرابيتك دوز فريكونديشن دلوقتي هي طبعا كلها على الواكس. هو انا سؤالي بس على ال recommendations for next pregnancy. انا هسال سؤال قبل next pregnancy. اللي هي وسيله منع الحمل الاول. اسال الدكتور. احنا عايزين نقعد نفكر في الحمل. استخدم وسيله منع الحمل. اتفضل طبعا تسال دكتور بيسك المفروض، بس انا هنصحك بالاول انها تكفي الاول انها تكفي الاول مع الحاجه بتاعت الدين ديفايس الاول ديفايس عشان مش هينفع ما تاخدش لا هرمونز ولا تاخد انجكشن عشان ما تاخدش بلاوي تزيد تزيد كانها عامل برضه بالظبط هتخش الدين بس الاول ما عملتش طبعا هي فعلا على اورال انتروبيليشن انا في الكليننج فالدين هيبقى عايز اندوميتريال انجري مع البيت المفروض بقى ساعتها انصحه بقى بكندم والكلام ده واقول له لا لو نفتح او الكلام ده ممكن بي او بي ممكن بريجسترون بارابيتس بريجسترون مش زي السوجين ما يعرفش يعني لما هو بس بلاش الاسهم واحنا عندنا تو ميثودز اوف دي زي ما حضراتكم تو ميثودز اوف انتي كوجيليشن انا مش عايز ادخل يسيني انا صوتي عالي تو ميثودز يا اما نستخدم اللوكال سيف ميجرز زي فاجاينا مثلا توجذر وذ الكوندوم يا اما نستخدم زي ما حضرتك قلت بروجسترون اونلي في اورال بيلز لان الاستروجين هو اللي بيزود عندك زي ما استاذ الدكتور سامح قال
اي واحد بياخد انتي كوجوليشن لما يحط لوكال ديفايس البريدنج تندنسي هتزيد ديورنج الاستروجين والاستروجين طبعا بيزود الكوجوليشن. بالنسبه للحمل الجاي بقى ده عملته بلاننج متاخر ولا لما تيجي تحمل هيجي لك امتى؟ احنا بنفكر دلوقتي لا تيجي لي فيرست كويس من اول حمل كده عشان نتابع مع بعض قبل المفروض اجي قبل لو انت هتعرف قبل ده منين هتيجي تقول لك في مره احنا هنبطل احنا هنشيل الديفايس او مش هنبطل البرشام فهنعرف بقى خلاص احنا ناويين نعمل عادي عادي لا المفروض ان انا اجيبها قبلها عشان اشفتها على حاجه تاني صح كده؟ يعني لو عملها في فلين على رأي انك no need for more pregnancy يعني حتى لو هو الفيرست ترمينس ففي ناس بتعدي اول فتره دي كده من غير ما تعرف اصلا انها حامل وماشيه على البروجرامنج فيحصل بقى كده صح؟ انت فلو انت على فيكسن و ده اللي انا هكتبه اه ده بس المفروض يعمل دي بيتنج وما تمام وبنلاقي الشيء ده وحضرتك يعني رايح حضرتك ايه فيه اللي هو عمله اه ده كلها حاجات ممتازه جدا و سيك بيتطرف خبير ابلكيشن عند الدنيا كانت معقولة ما فيش فيتال ميستيكس يعني على حسب ما احنا شفنا لان ما كانش فيه اكشوال بيشنت يعني. طيب بالنسبه للكلينيكال اسسمنت احنا محتاجين ان احنا طبعا نركز اكتر لما بيبقى في امتحان نتيجه فايندينج والحاجات دي جدا حتى لو الحاجات دي متوقع انها تكون نيجاتيف لازم تعدي عليها 1 باي 1 ايه تاني؟ الدكتور خالد لا هو بس اول حاجه بالنسبه للبرزنتيشن واحنا هو طبعا حتى الفورمة بتاعت البرزنتيشن اللي هو تشكيلها عدد السطور مظبوط الكلام مظبوط الكلام ده كده بس لازم واحنا بنحط البرزنتيشن يبقى عارفين الستايل اللي احنا هنتكلم فيه لا يبقى قليل قوي برزنتيشن ولا يبقى كتير قوي وده اهميته ان تكتسب منه القدره على اختصار المعلومات بالظبط حضرتك عشان نبقى في الديو تايم اللي المفروض نأجل فيه لان هو مش بيقدر عنده ويلث اوف انفورميشن وعايز يلابوريت الموضوع من الالف للياء فده ممكن ياخد وقت اقل من المسموح له ديورنج البرزنتيشن وديورنج الدور. كوتنج ان المنتال فانكشن بتاع الاودينس بيقل بعد 10 ل 15 دقيقه فنعمل انتربشن ونعمل ريفرشمنت ونرجع تاني لو هندي محاضره طويله.
الكوميونيكيشن سكيلز كويسه، هيز ايبل تو ديليفر انفورميشن ان ا بروبر اتراكتيف واي. ما اعتقدش ان في مشكله. لازم دايما واحنا بنفكر نتبع اللوجيك سيكونس في الديفرنشال دايجنوزيس وفي اختيار الانفستيجيشنز والتريتمنت، وان الحاجات دي تبقى ابليكابل على الكيس كونديشن وابليكابل على المجتمع بتاعنا. الحاجات اللي في بعض الادويه مش موجوده، انما اذروايز يعني الدكتور بيقدر يعمل شغل كويس. معلش ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله يبقى في استمرار للتواصل العلمي مع الدكتورة منى، سواء مع الدكتورة منى او مع المؤتمرات الجامعيه. بدعم مؤتمرات الجامعيه، لان اعتقد ان الدكتور طول عمره بيتعلم، واحنا في سننا ده لازلنا بنتعلم معلومات جديده، والطب زي اي مهنه ثانيه محتاج تجدد معلوماتك، لان اللي كان كويس السنه دي ممكن بعد سنتين ثلاثه يبان ان هو هارمفول للعيان، ممكن يبقى مؤذي. وبالتالي يعني بالتالي اكيد ده الدرس المستفاد، ان احنا الكونتينوس ميديكال اديوكيشن ده از بارت اوف اور لايف، لازم تستمر على طول. شكرا جزيلا. حضرتك خدت الفيدباك بتاعنا عن الكورس. اه. احنا محتاجين الفيدباك بتاع حضرتك عن الكورس. انا دايما عندي طموح ان احنا يعني نتحسن اكتر من كده، واخد بالك؟ نفسي فعلا ان اللي احنا بنعمله ده يبقى على لايف كيسز فعلا، يعني حالات واقعيه، مرور احد المراكز اللي هنتفق معاها كجمعيه، وليكن مثلا القصر العيني بمرداش او حاجه زي كده، ويبقى مور براكتيكال راذر ذان ثيوريتيكال. كل ما كان ده براكتيكال كل ما كان ده احسن. والهاندز اون زي ما انت قلت شو بي يعني او نكست ايم يعني فعلا. وكانت الدكتوره منى طبعا كانت ده في بالها اكيد، بس ظروف الكوفيد والحاجات دي، لكن ان شاء الله احنا كنا بنجرب فيه، ان شاء الله المره الجايه تبقى يعني هيبقى كل الحاجات دي مطروحه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نكمل ان شاء الله.